السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كنت واجدو في طريق عين الشقف، غادي نمشيو نشوفو ان شاء الله الغابة ديال عين الشقف. هانتوما معانا. احنا دخلنا تبارك الله، غير دخلنا عطاتنا واحد النسمة ديال الهواء نقية تبارك الله. شوفوا ما شاء الله الأشجار، ما شاء الله. هانتوما كاين فرقة الخيال التابعة للقوات المساعدة، كاينة في قلب هاد الغابة. كيبان واحد مصب هنايا ديال الماء، نقربو شوية. هانتوما شوفوا ما شاء الله البط تبارك الله. بالقرب من غابة عين الشقف كيتواجد هذا المسجد تبارك الله، المساحة ديالو كبيرة.
هانتوما من بعد ما انتهيت من هذه الجولة خديت القرع الأخضر، لقيتو ما شاء الله باقي طري عندهم، هانتوما راه مازال بالوريقات ديالو. كذلك خديت البصل الطاري ولقيت ما شاء الله أشجار التين عندها وريقات طريين باقين ما شاء الله بالحليب ديالهم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.